إن بقايا النظام، تفاصيل أوفى في التقرير التالي. وقفة احتجاجية نفذها ثوار الضالع في مدينة دمت يوم أمس الاثنين، استنكارا لمجازر الصالح في صنعاء واعتداءات بلاطجته على حرائر تعز. والضالع كمحافظة تصدرت مثيلاتها في النضال السلمي منذ العام 2006، يسعى ثوارها للتصعيد الثوري والحسم حتى تحقيق أهدافهم وبناء دولة أحلامهم. المشاركون في الوقفة خرجوا في مسيرة جماهيرية حاسدة جابت الشارع العام، وهي تردد الهتافات والشعارات المنددة لجرائم القتل والإرهاب الممنهجة ضد المعتصمين والمتظاهرين. هكذا هي إذن محافظة الضالع، زخم شعبي ومسيرات متواصلة وإصرار قوي لثوار يؤكدون عدم خشيتهم رصاص صالح ومدافعه، وعزمهم على مواصلة التصعيد والحسم الثوري حتى إسقاط النظام العائلي ومحاكمته. نصر المشعدي، قناة سهيل، الضالع.